وللمزيد معنا من مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات بدبي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، أطلعنا على الجديد في جلسات اليوم وانعكاس بالتأكيد جلسات السابقة والتي حضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احتفاء من الحاضرين في هذه القمة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى رجال المال والأعمال في كل دول العالم أو على الأقل الدول المشاركة في هذه القمة، أكثر من 150 دولة بشكل رسمي حكومي أو بشكل خاص، احتفاء بالتجربة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واحتفاء بالتجربة التنموية المصرية بشكل عام في ظل تحولات اقتصادية وسياسية طاحنة تشهدها مناطق عدة في دول العالم وتأثيرات لعدد كبير من الأزمات سواء ما يتعلق بجائحة كورونا والتعافي ما بعد كورونا أو تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. هذا الاحتفاء انعكس في مشاركة فعالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترأس وفد مصري حكومي رفيع المستوى، شارك سيادته في عدد من فعاليات اليوم الأول من أيام قمة الحكومات العالمية، ربما آخر مشاركة للسيد الرئيس خلال هذا اليوم كانت منذ نحو النصف ساعة انتهاء لجلسة هامة تحت عنوان الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي. هذه الجلسة التي دار خلالها حوار مفتوح بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب وعدد من الحاضرين من جانب آخر، فيما يمثلون رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات العالمية العاملة في عدد كبير من القطاعات، في قطاعات الصناعة والزراعة، في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية، في قطاعات التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها. في عجالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإسهاب تحدث عن التجربة الاقتصادية المصرية بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016 انتهاء ب ومرورا بالإجراءات الإصلاحية والهيكلية والتشعيرية التي اتخذتها الدولة طوال الثماني سنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وانتهاءا بعدد من الفرص الواعدة أمام المستثمر الأجنبي والمحلي سواء فيما يتعلق بمشروعات التنمية الكبرى أو فيما يتعلق بالمشروعات التي توفرها المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية. كان في مقدمة هذه المناطق التي تحدث عنها السيد الرئيس منطقة تنمية محور قناة السويس. أيضا السيد الرئيس تعرض إلى تشجيع الدولة لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة، وتحدث سيادته عن الآلية التي ابتكرتها الدولة المصرية أو طبقتها الدولة المصرية. نتحدث هنا عن صندوق مصر السيادي كأحد أهم وأبرز الآليات التي اتخذتها الدولة لإشراك القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي مع الدولة جنبا إلى جنب لإقرار مشروعات التنمية المستدامة وضمان توافر التمويل اللازم للمضي قدما في التنمية المستدامة بكل القطاعات. تحدث السيد الرئيس أيضا عن عدد آخر من المبادرات التي اتخذتها الدولة، المبادرات الرئاسية التي تتعلق بالحماية المجتمعية والمظلة الحماية الاجتماعية في ظل صدمات خارجية تحملها الاقتصاد المصري وعبر خلال الأربع سنوات الماضية من كل هذه الصدمات بأقل تأثيرات ممكنة على المواطن المصري. وتحدث السيد الرئيس عن أدوار هامة من المنتظر أن تشارك القطاع الحكومي أو الدولة من جانب آخر مثل الشركات الرائدة وريادة الأعمال في التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في الأمن الغذائي، في الذكاء الاصطناعي، في التجارة الإلكترونية. وتحدث السيد الرئيس عن أهمية هذه الشركات في المستقبل لصياغة مستقبل من الشراكة الحقيقية بين الدولة من جانب وبين القطاع الخاص والشركات الناشئة من جانب آخر في إقرار عمليات التنمية المستدامة والمضي قدما في كل روافد التنمية. في ظل هذه المشاركة الفعالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد حضر صباح اليوم جلسة هامة أيضا السيد الرئيس في ما يتعلق بدور الشركات المليارية في تحقيق التنمية المستدامة. الشركات المليارية هنا المقصود بها هي الشركات التي
حققت أصولها أكثر من 100 مليار دولار خلال فترة وجيزة في عدد من الدول التي لديها اقتصادات ناشئة. نتحدث عن تجارب ناجحة كما هي التجربة المصرية. هذه الجلسة الهامة أيضا دعا خلالها السيد الرئيس أصحاب هذه الشركات لتوسعة نشاطها المتواجد بالفعل في السوق المصرية. وأيضا من جانب آخر عبر الآخرين أو الآخرون عن رغبتهم في بداية تدشين نشاطات لشركاتهم العاملة في عدد من المجالات الهامة التي يحتاجها السوق المصري خاصة في الفترة المقبلة لاجتياز التحديات التي نتحدث عنها سواء السياسية أو الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية أو يشهدها الإقليم بشكل عام أو تتأثر بها مناطق عدة من العالم. المشاركة المصرية كما ذكرنا مشاركة تحظى بترحيب خاصة وأن السيد الرئيس كما أشرنا هو ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة الهامة التي توليها الإمارات أهمية كبرى في كل دورة من دورات انعقاد هذه القمة. تخرج توصيات هامة لتحقيق تعزيز للدور الحكومات في المستقبل القريب خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تحدثنا عنها منذ قليل. نعم أشكرك شكرا جزيلا على رشوان موفد التلفزيون المصري لمقر انعقاد قمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات. شكرا جزيلا لك.